بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، صلاة تسليما كثيرا يا رب العالمين. إن شاء الله النهاردة مع بعض على خير هنبدأ في Chapter 3 من كورس Fundamentals of Database System. Chapter 3 بعنوان Data Modeling باستخدام الـ ERD أو الـ Entity Relationship Diagram. الديتا موديلنج كونسبت مهم جدا، ازاي اصمم وانشئ المودلز، سبيشيالي بقى الكونسبشوال سكيما اللي اقدر من خلالها اطلع بيها بيرفكت وافيشنت داتا بيس سيستم. فخلال هذا الشابتر ان شاء الله هنتعلم مع بعض ايه هي ال 2D ER موديل بتاعنا كستاندرد او انترناشونال موديل، مجموعه من السامبلز كل سامبل انديكيشن، ايه هي الستبس او اللوجيكال سيكونس، ايه الميثودولوجي المفروض نتبعها علشان اطلع بيرفكت موديل بمشيئه الله تعالى. نعرض مع بعض كده اجنده شابتر 3 معانا. هنبدا الاول كده كاوفر فيو عامه على الداتا بيس ديزاين بروسيس، لان دي بتعتبر جزء مهم جدا من السوفت وير انجينيرنج عموما. هناخد اكزامبل على الداتابيز ابلكيشن، ان انا بعمل داتابيز لكمباني اورجانيزيشن معينه، فبشوف ايه البيزنس انفايرمنت بتاعتها اللي اقدر استقي منها الايتيمز اللي هتشارك معايا في انشاء الاي ار موديل. بعد كده هندخل على ايه هي المين كونسبتس الاساسيه المفروض ان هي تبقى موجوده معايا او ان انا بستخدمها لبناء الاي ار موديل فعليا. الانتيتيز، الاتريبيوت، الانتيتي تايب المقصود بيه، يعني ايه الفاليو سيت، ازاي اختار الكي اتريبيوت، الريليشن شيبس والانواع المختلفه بتاعتها، ازاي اتعامل مع ما يسمى الويك انتيتي تايب بيظهر امتى والحلول بتاعته ايه. كمان هنشوف ايه هي الرولز والاتريبيوتس ريليشن شيب تايبس المختلفه اللي موجوده معانا. هنبدا بعد كده كمان نتعرف على النوتيشنز والاي ار دايجرامز الموجوده، ونبني مع بعض الكومباني كونسبشوال سكيما مع بعض من خلال اكتمال الاي ار دايجرام بتاعنا، ونتعرف على نوتيشنز اخرى زي اليونيفايد موديلنج كلاس دايجرام. هنشوف كمان ايه هي التولز المتاحه اللي اقدر استخدمها وتساعدني بشكل كبير في اعداد الاي ار دايجرام ده باستخدام السوفت وير باكجز المختلفه اللي موجوده معايا. فخلونا نبدا. اول حاجه باخد كاوفر فيو على الداتا بيس ديزاين، عمليه تصميم قواعد البيانات. هنا اسماء السوفت وير انجينيرنج، انا عندي سايكل كبيره مجموعه من الفيزز بتعتبر من اهم او الفايتال بارت في السوفت وير انجينيرنج، اعداد الداتا بيس بتاعتي، يعني الداتا بيس دي هي اللي هشتغل عليها كل الابلكيشنز والبروجرامز الاخرى اللي هنكمل عليها بعد كده السوفت وير باكج بتاعتنا او لاي اورجانيزيشن. فمهم جدا، لان زي ما انتم عارفين احنا ده مبدا مهم قوي، جاربج ان جاربج اوت. هعمل داتابيس كويسة وسليمة فعلا بتعبر تعبير حقيقي عن الميني وورلد، يبقى انا كده ضمنت صحة وجودة وكفاءة الابليكيشن بروجرامز المختلفة. لكن لو كان الداتابيس فيها خلل، فيها مشكلة، ما طبقتش الكونسترين صح، فبالتالي ده هيؤدي الى عدم دقة تطبيق اي ابليكيشن اخر. فعشان كده بنقول ان دي اكتيفيتي مهم جدا. فمقسم عندي لداتابيس ديزاين، هنا بقى قاعده البيانات نفسها بما تحتوي من داتا، زي ما قلنا لازم تعبر تعبير دقيق وصحيح عما هو موجود فعليا في الريال وورلد، وببني بعد كده مجموعه من الابلكيشنز اللي هتستخدم هذه الداتابيس وبصمم. احنا في خلال الشابتر ده هنفوكس مني على عمليه الداتابيس ديزاين، اصمم الداتابيس نفسها. عشان اصمم الداتابيز لازم ابدا ما يسمى الكونسبشوال سكيما للداتابيز ابلكيشن بتاعنا، وده اللي احنا هنمشي مع بعض خطوه بخطوه معاه ان شاء الله على مدار هذا الشهر. فالابلكيشن ديزاينز من الناحيه الاخرى بتفوكس على البروجرامز، مجموعه البرمجيات والانترفيسز اللي هاكسس من خلالها الداتابيز اللي انا بنيتها. عشان كده اقدر اقول ان الداتابيز ديزاين ده يعتبر الفايتال او الامبورتنت بارت وكومبوننت من السوفت وير انجينير. فخلينا بعد كده الموضوع بيبدا ازاي. مدينا هنا دايجرام مبسط قوي عشان نوضح او نشرح من خلاله المين فيزز، ايه هي الخطوات الاساسيه لعمليه الداتابيز ديزاين.
فعندي هنا ببدأ الأول بالميني وورلد، الريال وورلد الموجود. أنا عاوز أعمل داتابيز لإيه؟ أي أورجنايزيشن، أي منشأة، أي شركة، حاجة زي مثلا الكلية، الجامعة، مستشفى، whatever كان الأبليكيشن. فبتبدأ بالدراسة التفصيلية التحليلية للواقع الفعلي اللي موجود على أرض الواقع فعليا في الميني وورلد بتاعك اللي أنت حددته ده، ونبدأ نجمع الريكوايرمنتس المختلفة بطرق متنوعة ومتعددة زي ما نشوفها مع بعض إن شاء الله على كورس السوفت وير انجينيرنج أو السيستم أناليسيس أند ديزاين. ففي هنا طرق وآليات مختلفة لتجميع هذه الريكوايرمنتس وعمل التحليل اللازم منها، بحيث إن أنا أطلع منها ما يسمى بالديتا ريكوايرمنتس والفانكشنال ريكوايرمنتس. إحنا كده لسه ستيل الجزء العلوي ده كله من البروسيس في الفيزز دي Database Management System Independent، لسه ماليش علاقة بالـ Database Management System. بعد ما جمعت الـ Data Requirements دي هبدأ أستخدمها في إن أنا أنشئ ما يسمى الـ Conceptual Design أو الـ Conceptual Schema كـ High Level Data Model، اللي من خلال الـ Conceptual ده هقدر أخده هنا من البداية في الـ Mini World معايا ما يسمى الـ Business Analyst. ابدا ادخل على الريكويرمنتس كولكشن والاناليسيس دي معايا السيستم اناليست. بعد كده بيظهر معايا بقى دور الداتابيز ديزاينر، بياخد ده علشان يتصمم من الكونسبشوال ديزاين اللي بدوره بيبدا يحولها لللوجيكال ديزاين او الداتا موديل مابينج. هنا بقى من خلال اللوجيكال ديزاين بدا يظهر معايا دور الداتابيز مانجمنت سيستم سبيسيفيك. فانا بقسم زي ما قلنا الديتا ريكويرمنتس والفانكشنال ريكويرمنتس عشان اقدر اعمل فانكشنال اناليسز اللي بطلع منها الترانزاكشن سبيسيفيكيشن. اللي هاخد بقى الترانزاكشن سبيسيفيكيشن دي مع اللوجيكال ديزاين علشان اطلع منه الفيزيكال ديزاين اللي ابني بيه الانترنال سكيما على الاستورج ميديا بتاعتي، على التقسيمه، اي سوفت وير هبني بيه، كل ده علشان اقدر من خلاله ابني الترانزاكشن implementation للابلكيشن بروجرام واعمل كمان الابلكيشن بروجرام ديزاين. فده كده بشكل مبسط لو مشينا معاها واحده واحده كده هلاقي انه بيشارك معايا مجموعه اليوزرز بالانواع المختلفه اللي احنا استعرضناها مع بعض من في شابتر 1. فخلينا مع بعض كاكزامبل زي ما قلنا ان انا عايز ابني الكونسبشوال سكيما ل simplified company، فانا هعرض هنا simplified requirements لشركه معينه علشان اصمم لها الداتابيز بتاعتها. فناخد بالنا ان انت كاناليست انت اللي هتستقي هذه النولج اللي تساعدك في ان تحط ايدك على اهم الايتمز من الداتا المفروض ابنيها عندي في السيستم بتاعي. فعلى سبيل المثال خلونا نقرا مع بعض كده نشوف انه الكومباني دي از اورجنايزد انتو بتنظم في خلال مجموعه من الديبارتمنتس. كل ديبارتمنت هاز هنا يعني ديفاين بعرفه بالنيم والنمبر والامبلويز الموجودين فيه. المفروض لكل ديبارتمنت مانجز ذا ديبارتمنت، يبقى في امبلوي هو اللي بيمانج هذا الديبارتمنت. لازم نكيب تراك كمان الستارت ديت اوف ا ديبارتمنت مانجر، لازم ناخد تاريخ بداية انه هذا الامبلي assigned كمانجر، تاريخ تولي ادارة القسم، ان ده طبعا بقاله فترات زمنية محددة او بيترتب عليه رولز اخرى لازم تؤخذ في الاعتبار. فلازم اسجل هنا تاريخ تولي ادارة هذا الديبارتمنت. الديبارتمنت ممكن يكون له several locations، يبقى دي معلومات موجودة في الميني وورلد ابدأ انا اشوف هطلع منها ايه استخدمه في صياغة الداتابيس سيستم بتاعي. كل ديبارتمنت هنا كنترول نمبر من البروجيكتس، بيتولى اداره او التحكم فيه او تشغيل مجموعه من المشاريع. كل بروجيكت هيبقى له يونيك نيم، اسم خاص بيه، يونيك نمبر، اند از لوكيتد كمان في سنجل لوكيشن. طيب في ايه كمان؟ هنخزن ستور اتش امبلويز السوشيال سيكيورتي نمبر، الرقم القومي بتاعه، الادرس، العنوان، السالري، ميل ولا في ميل، والبيرس ديت وتاريخ الميلاد بتاعه. فدي كده المعلومات او البروبرتس الخصائص اللي هعرف بيها كل امبلي عندي في الكومباني. اتش امبلي وركس فور وان ديبارتمنت، ناخد بقى بالنا هنا دخلنا شويه في ايه الرولز او الكونسترينت. الشركه دي قواعد العمل فيها ايه؟ بتقول ان كل امبلي بيشتغل
في اونلي وان ديبارتمنت بتسكن على قسم واحد بس، ما ينفعش اكتر من قسم، لكن ممكن نشتغل في اكتر من بروجكت. كمان كيب تراك، ناخد بالنا من النمبر اوف اورز، بحسب له عدد الساعات اللي بيشتغلها اسبوعيا تمام خلال الايه البروجكت اللي هو متسجل عليه. كمان هنكيب تراك بالدايركت سوبرفايزر لكل امبلي، لكل واحد من الموظفين عندي له مشرف مباشر عليه. يبقى كده كل امبلي عندي نمبر اوف ديبندنس، الايه التابعين له او المسؤولين منه. طيب لكل ديبندنت هنحط ايه؟ هنحط النيم، النوع بتاعه، البيرس ديت، وايه هي طبيعه الريليشن شيب اللي بتربطه بهذا الامبلي. كل دي زي ما قلنا تجميعه للمعلومات الموجوده فعليا في الميني وورلد الخاص بهذه الكومباني. المفروض ان دورنا هنا في الشابتر ده ان احنا نطلع بهذا الشكل من الاي ار موديل، الانتيتي ريليشن شيب دايجرام او الكونسبشوال سكيما بتاعه الشركه دي. فهنتعلم مع بعض، طبعا دي كده الرسمه المفروض النهائيه، هنتعلم مع بعض ازاي امشي الخطوات واعرف مدلول كل سيمبل، كل رمز من دول ده بيرمز لايه، ده معناه ايه، الارقام دي جت منين، ليه ده منقط وليه ده سوليد لاين. هنشوف مع بعض ان شاء الله على مدار هذا الشابتر ان شاء الله مع بعض. فخلونا واحده واحده بنعرف ما هو الانتيتي او الاتريبيوت. هنا الكونسبتس بقى الاساسيه بتاعه تصميم الانتيتي ريليشن شيب موديل. اول حاجه عندي الانتيتي، الانتيتي ده عباره عن سبيسيفيك اوبجكت او ثينج موجود في الميني وورلد اللي انا بصدد انشاء له الداتابيز سيستم بتاعي. بيمثل عندي في الداتابيز زي مثلا انا عندي الامبلي اللي هو جون سميث، ده بيشتغل فين؟ بيشتغل في الريسيرش ديبارتمنت، مسكن على البرودكت اكس بروجكت. يبقى انا عندي ده كده انستنس داتا هو موجود عندي، فانا هاخد ده الامبلي ده كاوبجكت موجود عندي. طب هنا مثلا الاتريبيوت بقى، الاتريبيوت عباره عن البروبريتيز بتستخدم تو ديسكرايب ايه هي السمات الفيتشر الخصائص اللي هعرف بيها كل انتيتي موجود عندي. يبقى الاتريبيوتس هنا هي الخصائص او السمات اللي بعرف بيها او اميز بيها كل انتيتي موجود عندي. زي مثلا الامبلي انتيتي اعرفه بالاسم، السوشيال سيكيورتي نمبر، الادرس، النوع، البيرس دي وما شابه. هنا بقى سبيسيفيك انتيتي هيبقى له فاليو فور ايتش اوف اتس اتريبيوتس، المفروض لكل اتريبيوت من دول هيبقى له القيمه بتاعته. يعني على سبيل المثال انا اعرف هنا قلنا هعرف الانتيتي بهذه الاتريبيوت، يبقى سبيسيفيك امبلي انتيتي المفروض يبقى ده الاسم جون سميث، السوشيال سيكيورتي نمبر الرقم القومي بتاعه، الادرس العنوان اللي هو موجود فيه، النوع هنا ميل، البيرث ديت وبحط تاريخ ميلاده. يبقى ده كده الفاليو لكل اتريبيوت متسكن معايا لتعريف الانتيتي اللي هو امبلي. كل اتريبيوت هيبقى له فاليو سيت او الداتا تايب، زي ما بنعمل في البروجرامنج لانجوج العاديه خالص، لما باجي اختار فاريبل مثلا بحدد اسم الفاريبل والنوع بتاعه. هنا برضو نفس الفكره، انا بحدد فيه اتريبيوت نيم، طب النيم ده هيبقى ايه؟ هيبقى سترينج. طيب الادرس هيبقى انتجر ولا هيبقى سترينج؟ فبحدد، فعندي الانواع انتجر، سترينج، سب رينج، انيميريتد، ودي الانواع المختلفه الداتا تايب او الفاليو سيت اللي هياخدها كل اتريبيوت وانا بعرف. طيب في حاجه ثانيه، نوع الاتريبيوت نفسه، هل هو سمبل، هل هو كومبوزيت، هل هو مالتي فاليو، فايه الفروق ما بين الانواع دي؟ هنا سمبل بمعنى ان الاتريبيوت كل انتيتي هيبقى له سنجل اتوميك فاليو، كل اتريبيوت هياخد قيمه واحده بس. زي مثلا السوشيال سكيورتي نمبر هيبقى له رقم واحد، مفيش، هو قيمة واحدة بس الرقم القومي بتاعنا. النوع مثلا يا ميل يا فيميل، مش هياخد أكتر من نوع، فعشان كده بنقول ده سمبل. طيب خلونا نقول بقى أتريبيوت آخر زي الأدرس مثلا، ده بنقول عليه كومبوزيت. كومبوزيت يعني إيه؟ الأتريبيوت ده يتكون من مجموعة من الكومبوننتس. زي ايه؟ الادرس في عندي الابارتمنت نمبر مثلا، الهاوس نمبر، الستريت، السيتي، الستيت، الزيب كود، الكانتري، كل دول المفروض هيدخلوا في ايه؟ في اتريبيوت واحد اللي هو الادرس، فعشان كده بنسميه كومبوزيت، بيبقى مركب.
النيم ممكن اتعامل معاه كوان يونت او اخده كفيرست نيم كميدل نيم كلاست نيم مثلا، ده على حسب الستايل اللي احنا بنشتغل فيه في الميني وورلد اصلا. لازم ده زي ما قلنا بيعبر تعبير تام حقيقي عن ما هو موجود في الريال وورلد. الكومبوزيشن هنا ممكن تبقى كمان هايراركي، يعني ممكن الاقي انه ده بيندرج تحتيه كومبوزيت اتريبيوت اخر، بعض الكومبوننت زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. او قد يكون الاتريبيوت بتاعي مالتي فاليوت، يعني ايه؟ هياخد اكتر من قيمه في نفس الاتريبيوت. زي ايه مثلا؟ زي ما انا بعرف الكالر اوف كار، الكالر اوف كار ممكن يبقى ريد اند بلاك مثلا، ريد اند وايت، فهنا بياخد اتنين فاليوز مع بعض او اكتر مالتيبل فاليوز للاتريبيوت. زي البريفيوس ديجري مثلا، لو انا عاوز اعرف الدرجه العلميه السابقه للستودنت فده ممكن، فهنا قد يكون مالتي فاليوت. هنشوف هنا ده اكزامبل للكومبوزيت اتريبيوت معانا، ان هو الادرس الستريت ادرس والسيتي والستيت، ده كده هيدخل في الادرس، عشان كده الادرس نفسه كومبوزيت. قلنا ممكن يبقى هيراركي، يعني ايه؟ من الادرس ستريت ادخل تاني كومبوزيت اتريبيوت اللي هو النمبر والستريت والابارتمنت نمبر، يبقى ده المقصود بالهيراركي، من ان هو كومبوزيت طالع من كومبوزيت اخر موجود من قبل. طيب في كمان ايه اللي هو زي ما قلنا هنشوف بقى ايه الفرق ما بين الستورد والدريفد اتريبيوتس. الستورد اتريبيوت اللي هو عند انشاء الداتابيس انا حطيت اتريبيوت بهذا الشكل فببدا انا ادخل الفاليوز بتاعته، انما الدريفد بيبقى مستنتج او مشتق او مشتق من اتريبيوتس اخرى موجوده عندي. زي ايه مثلا؟ انا عندي هنا الايدج والبيرس ديت، الاتريبيوتس دول التو اتريبيوتس دول مرتبطين مع بعض ازاي؟ لما اجي ادخل مش هعمل اتريبيوت مش هينفع ادخل فيه، لانه الايدج مثلا بيتغير كل سنه او لو بتحسب بالاشهر كمان، فبمرور التايم المفروض ان انا كونتينوسلي اغير القيمه دي، فده طبعا نوت افيلبل. فعشان كده بعمل ايه؟ بخلي قيمه الايدج دريفد من البيرس ديت، يعني ايه؟ كالكوليتد من البيرس ديت، يعني خلي الاتريبيوت بتاع الايدج يتحسب من تاريخ الميلاد. يعني عاوز احسب تاريخ ميلاده 22، عمره 22، يبقى هيحسبها لي كايكويشن من البيرس ديت من معادله. فعشان كده البيرس ديت يعتبر ستورد اتريبيوت، لكن الايدج يعتبر دريفد اتريبيوت، لان هو بيتحسب او كالكوليتد او تم اشتقاقه من البيرس ديت اتريبيوت. يبقى الايدج اتريبيوت هنا بنسميه دريفد اتريبيوت. طيب سيت تو بي ديليفرابل فروم من البيرس، يبقى انا استنتجته او اشتقيته او حسبته من البيرس ديت. تمام، زي مثلا الستورد عندي قد يكون ايه مثلا؟ ان انا بعض الاتريبيوتس هم بتستنتج من ريليتد انتيتيز. الاتريبيوت عاوز احسب عدد الامبليز اللي موجودين في ديبارتمنت معين، فهاجي على ايه؟ اتريبيوت اسمه نمبر اوف امبليز، ده من خلال ايه؟ ان انا هاجي على ريليشن وركينج فور احسب كم انتيتي موجود هنا، يبقى هم دول فعلا النمبر اوف امبليز. ان ده طبعا بيتغير، يعني في ناس ممكن تسيب القسم مثلا او تاخد اجازه او ما شابه، فبرضه مش هحطها فيكسد فاليو، فعشان كده بتتحسب من وركينج فور، نعد الناس الموجوده هنا ويبقى هو ده النمبر اوف امبليز. كمان مثلا لو انا عاوز احسب السالري، لو السالري ده بتحسب عدد ساعات العمل في قيمه كل ساعه، فانا ممكن اثبت قيمه كل ساعه واجيب عدد الساعات المخزنه لهذا الامبلي، ويبقى السالري هنا ايه؟ ديريفد اتريبيوت برضو من الستور اللي هو عدد ساعات العمل. فده الفرق ما بين الستور اللي هو مخزن فعليا في الداتابيز، والدريفت اللي هو مشتق او مستنتج او اتريبيوت اخر. عندي هنا التايبس اوف اتريبيوتس بقى، جنرالي زي ما اتفقنا يا اما بيبقى كومبوزيت او مالتي فاليوت اتريبيوتس، ممكن كمان نستد اربيتراري من اني نمبر اوف ليفلز. بمعنى ايه؟ معنى هنا ان انا عندي البريفيوس ديجري للستودنت، لو انا عايز اعرف زي ما قلنا الدرجه العلميه او الشهاده او المؤهل السابق لهذا الستودنت. طبعا هنا علشان ده هيبقى في نفس الوقت كومبوزيت ومالتي فاليوت اتريبيوت، اللي هو البريفيوس ديجري هدخل فيه الكوليدج والير
والديجري والفيلد. خلي بالنا ده كده بهذا الشكل ايه، احنا ستيل ده كومبوزيت لان في اكتر من فاليو. طب خلينا نقول بقى الديجري دي هنا، الديجري الثانيه دي هتبقى نفسها ايه، هتبقى مالتي فاليو، فعشان كده هتبقى ده كومبوزيت. اللي هو مثلا لو انا عندي في بعد التخرج مثلا، انت ممكن تخلص يبقى انت اخدت بكالوريوس اهو، وبعد كده عملت دبلومه، بعد الدبلومه عملت الماستر درجه ماجستير مثلا، بعد الماجستير خدت الدكتوراه، فكل واحده من دول هتبقى كومبوزيت مالتي فاليو، فهبدا احط فيها الكوليدج انت اخدت منها والسنه والدرجه العلميه والتخصص. Multiply previous degrees values can exist، ممكن تبقى موجودة على حسب زي ما قلنا طبيعة الدومين اللي أنا بشتغل فيه أو اللي أنا ببنيه بالداتابيز بتاعتي. كل four subcomponent attributes، يعني كل مرة ال previous degree هيبقى فيها الأربعة دول. في بعض الأوقات كمان نلاقي إن ال attributes هل هو يقبل ال null values ولا مفهوم ال null values. هنا ده entity محتمل ان هو applicable value للاتريبيوت ان يبقى missing او unknown values مثلا. يعني هنا الحاجات اليونيك دي no way لا تقبل ان لازم يدخل فيها value، انما في بعض الاوقات في حاجات ممكن ما يدخلش فيها يبقى missing او none، دي اللي احنا بنقول عليها null value. فلازم تحدد مع كل attribute هل هو يقبل null values ولا لا يقبل null values. بعد كده عندي الـ Entity Types أو الـ Key Attributes. الـ Entities هنا بالـ Same Basic Attributes بتجمع grouped و typed في into Entity Type. زي إيه مثلا؟ زي ما قلنا إنه الـ Entity Type ده Employee والـ Entity Type ده Project. فهنا لكل Attribute من الـ Entity Type لكل Entity هيبقى له Unique Value. عشان اعرف كل انتيتي ايه هي القيمه الفريده الوحيده الخاصه بيه التي لا تتكرر لاي حد من هذا الانتيتي فيما بعد، اللي احنا بنسميها بقى عندي الكي اتريبيوت. زي ايه مثلا؟ بالنسبه للامبلي عندي السوشيال سيكيورتي نمبر مثلا، الامبلي الرقم القومي لكل شخص مننا لا يمكن ان هو يتكرر لاي حد، ده قيمه وحيدة فريدة سمة مميزة لهذا الـ entity. عشان كده بعتبر انه ده الـ key attribute او اللي احنا بقى بتسموه في الـ SQL اللي هو الـ primary key لهذا الـ entity. فمهم واحنا بنعرف الـ attributes نحدد هي اي واحد فيه صاحب الـ unique value اللي هعتبره الـ key attribute. الكي اتريبيوت ده برضو ممكن يبقى كومبوزيت على حسب طبيعه الداتا بيز اللي انت بتعملها. زي ايه مثلا؟ لو انا بعمل داتا بيز للكار، هنا الكار عشان اعرفه بعرفه ما يسمى الفيكل تاج نمبر الخاص بيها، وده بيبقى عباره عن ايه؟ تو كومبوننت، النمبر والستيت. زي ما بنشوف كده ارقام السيارات بتاعتنا هتلاقي انه فيها احرف وفيها ارقام، ففي النمبر وده الستيت، الرقم ده اللي هو بيبقى معبر عن المحافظه، بداية الأحرف دي معبر عن محافظة والأرقام المتتالية بتلي. وكمان أصبح في كاتيجوري هو بناء على ألوان اللوحات كمان، فهنا بنقول إنه ده يعتبر كومبوزيت أتريبيوت. بنقول إيه بقى؟ إنه الإنتيتي تايب هنا ممكن يبقى مور ذان 1 كي. بمعنى إيه؟ إن الكار إنتيتي تايب ده ممكن يبقى له 2 كيز، الفيكل أيدنتيفيكيشن نمبر ده اللي هو الفين او البي اي ان ده، وممكن كمان تلاقي الفيكنت تاج نمبر از نون از ايه اللايسنس بليت نمبر اللي هو بنقول عليه ده بيبقى رقم اللوحه او رقم الشاسيه، فممكن اعرفها ب 2 كيز مع بعض. هنا ناخد بالنا ان كل كي هيبقى اندرلاين في الاي ار دايجرام بتاعنا، ماشي؟ ناخد بالنا ان انا بشوف الكونسبت وهيمثل زي على الفيجر بتاعنا، فلازم احط underline احط تحتيه خط عشان اعرف انه ده الكي اتريبيوت. السلايد اللي فات احنا قلنا ايه؟ المالتي فاليود اتريبيوت اللي هتتعرض هتبقى ايه؟ دبل اوفل. مالتي فاليود يعني ايه؟ في اكتر من قيمه زي ما هنشوف كده. يبقى ده الانتي تايب انا عرفته اهو، نبدا بقى نشوف الانتيتي سيت بتاعته. احنا قلنا الريجستريشن هيدخل فيها النمبر والستيت والاي دي الرقم بتاعه زي ما قلنا، الميك الشركة المصنعة والموديل بتاعها وسنة التصنيع والكالف اهو. خدوا بالكم بقى كده الـ APC اهو 1 2 3، خلي بالنا ده في تكساس، اخد الرقم بتاعه شركة فورد،
والموديل بتاعها السنة 2004 واللون ريد اند بلاك، عشان كده قلنا دي مالتي فاليود اتريبيوت. تمام، ومديك اهو الثلاثة انترست دول كانتيتي ست للانتيتي بتاعنا اللي هو كار. يبقى من هنا نقدر نقول الانتيتي ست هي عبارة عن ايه؟ لكل انتيتي تايب هيبقى له مجموعة من الانتيتيز ستورد، البيانات الحقيقية متخزنة عندك في الداتابيس اللي احنا بنسميها الانتيتي ست. ده السكيما اكستنشن لو تفتكروا احنا اتكلمنا عليها في شابتر 2. السلايد اللي فاتت دي وضحت ان عندي 3 كار انتيتي انستنسز للكار انتيتي. هنا سيم نيم الكار هنا ريفير تو بوث انتيتي تايب وانتيتي ست. يبقى الانتيتي ست عباره اقدر اعرف ان هي ايه؟ الكرنت ستيت من الانتيتيز اوف ذات تايب وستورد فين؟ ان داتابيس، اللي هي الداتا الفعليه الحقيقيه اللي بيتم ادخالها على الانتيتي تايب اللي احنا عملناه للكار. طب ده اكزامبل اخر اهو عشان يوضح لك ايه الفرق ما بين الانتيتي تايب نيم والانتيتي ست او الاكستنشن بتاع ايه السكيما اللي احنا قلنا عليه. انا بعرف الامبلوي كانتيتي الاتريبيوتس بتاعته ايه؟ نيم ايج وسالري. اهو شوف الانتيتيز بقى اي 1 اللي هو امبلوي 1 ده جون سميث والايج بتاعه والسالري، اي 2 فريد براون الايج والسالري، اي 3 الامبلوي الثالث جودي كلارك والايج والسالري. يبقى هنا ده فوق الانتيتي طيب اهو، ده الكومباني مثلا معرف الكومباني يبقى هتاخد النيم الهيد كوارترز والبريزيدنت، فده عندي المدخل سي 1 على الكومباني الاولى وسي 2 وهكذا. يبقى ده كده انتيتي تايبس الامبلوي والكومباني وكمان سم ممبر انتيتيز من الانتيتي سيت او الاكس. نبدا بقى مع بعض كده في اعداد الانيشال ديزاين للانتيتي تايبس للكومباني داتابيز. احنا قلنا هناخد فور اكزامبل هنشئ داتابيز لايه؟ لاحد الشركات. فايه التصميم المبدئي بقى؟ ناخد بالنا انه بناء على الريكوايرمنتس اللي انا جمعتها من البيزنس دومين على الريال وورلد اللي انا اخترته اقدر اعرف اربعه انيشال انتيتي تايبس اللي هم الديبارتمنتس البروجكت الامبلوي والديبندنت. ده كده كانيشال ديزاين نوضحه مع بعض. طبعا بنقول هنا ان الانيشال اتريبيوتس اللي هعرف بيها كل انتيتي من دول دريفت اقدر استنتجها من الريكويرمنت ديسكريبشن اللي كانت من خلال البيزنس دومين اناليسيس اللي اتشارك فيها زي ما قلنا البيزنس اناليست مع السيستم اناليست وطلع لي الريكويرمنت دي اللي بيسلمها للديتابيس ديزاينر عشان يبدا يكمل عليها ويعمل الكونسبشوال سكيما اللي احنا بنعملها. السلايد بصوا هنا اخدنا ايه؟ ده النيم اهو اللي هو قلنا عليه ايه؟ ده البارشال كي. طيب كده عملت ايه؟ هربطه بمين؟ بالسبيسيفيك امبلي اللي هو ديبندنت ريليتد له. يبقى اول حاجه تحدد البارشال كي وبعدين هربطه بايه؟ يبقى في ايدنتيفاينج انتيتي النيم اوف ديبندنت بارشال كي اللي هو ديسكريمينيتور. الديسكريمينيتور ده اللي هو البارشال كي اللي احنا حددناه النيم في الديبندنت. طيب الديبندنت ويك انتيتي ده بنعتبره تشايلد او سب اوردينيت انتيتي. طيب هنا الامبلي هو الايدنتيفاينج انتيتي من خلال ايه؟ ايدنتيفاينج ريليشن شيب للديبندنت اوف. خلينا بقى ده على الرسمه، بصوا معايا هنا. اول حاجه زي ما قلنا انا عندي الديبندنت اهو، هو ده الويك انتيتي. تمام، الويك انتيتي طيب معانا اللي هو التشايلد او السب اوردينيت. ده انتيتي ملوش كي اتريبيوت. طيب ايه الحل فيه بقى؟ الحل ان انا هوجد له ايدنتيفاينج انتيتي تايب كبيرنت او دوميننت عشان اخد منه الديفينيشن بتاعه. فاخترت هنا للديبندنت الامبلي. طيب بعد كده لازم يبقى فيه علاقه تربط ما بينهم اللي هي الايدنتيفاينج ريليشن شيب اللي احنا سميناها هنا ديبندنت اوف. طيب تكمله لده لازم اختار بارشال كي للويك انتيتي اللي هو هيبقى هنا معانا الديسكريمينيتور اللي هو النيم عشان اقدر اريبريزنت الويك انتيتي بشكل صحيح بدون ما يحصل اي مشاكل او اي خلط ما بين القيم بتاعة هذا الانتيتي.
وده كده ازاي اقدر اتعامل مع الويك انتيتي تايبس من خلال زي ما قلنا في ايدنتيفاينج انتيتي برتبط معاه بايدنتيفاينج ريليشن شيب مع تحقيق او وجود او تحديد اي اتريبيوتس كبارشال كي بهذا الانتيتي. طيب هنا بقى عملنا الانيشيال اي ار كشكل مبدئي، خلينا نريفاين بقى يعني نعدل ازاي او نحسن او نستكمل اضافه باقي الريال وورلد على الاي ار دايجرام بتاعنا من خلال ان انا ببدا اعرف الريليشن شيبس العلاقات المختلفه اللي بتربط ما بين الانتيتيز بالاتريبيوتس بتاعتها داخل السيستم بتاعي. يبقى الانيشال ديزاين از typically not complete، ما هوش كامل الا لما ابدا اضيف بقى ايه. طب الريليشن شيبس دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من الريكوايرمنتس اللي عملها البيزنس اناليست، تمام؟ ناخد منه كده ونشوف ده بيرتبط مع بعض ازاي. فهنا كل اي ار موديل هيبقى في 3 مين كونسبتس، ثلاث مفاهيم اساسيه موجوده عندي. الانتيتيز بي احدد الانتي تايبس بتاعها والانتيتي سيت، وكمان هيبقى عندي الاتريبيوتس سواء كانت سامبل او كومبوزيت او مالتي فاليود على حسب زي ما قلنا ده بنحدد لما هو اكشوال يتطابق مع الريال وورلد ريكويرمنتس. ثم بعد كده عندي بقى اساين بقى بحدد الريليشن شيبس بالانواع المختلفه بتاعتها، وطبعا بيبقى معايا ريليشن شيب سيتس كمان علشان اتاكد من دقه التوصيف بتاع العلاقات المختلفه ما بين الانتيتيز المتنوعه اللي موجوده معايا. فخلونا نبدا نشوف بقى هنقدم ازاي الريليشن شيب كونسبتس فيما يعني. فاول حاجه عندي الريليشن شيب عباره عن ايه؟ عباره عن علاقه محدده بتربط ما بين اتنين او اكتر من الانتيتيز المختلفه اللي موجوده. طبعا هنا ده انا حسب السبيسيفيك مينينج طبيعه العلاقه دي معناها ايه، وده اللي احنا بنقول بيترجم بقى من الريليشن شيب سيتس. على سبيل المثال انا عندي الامبلي جون سميث وركس اون، بيشتغل فين؟ على البرودكت اكس بروجكت، يبقى الريليشن شيب ما بين الامبلي والبروجكت هي وركس اون. ناخد بالنا دلوقتي من الناون اللي بيقابلك ده عباره عن الانتيتي، لكن الفيرب هو الريليشن شيب اللي بتربط ما بين التو انتيتيز دول. فالامبلي كمان فرانكلين وونج مانجز ذا ريسيرش ديبارتمنت، يبقى العلاقه هنا ما بين الامبلي والديبارتمنت ان هو مانج. يبقى الريليشن شيب هنا من السيم تايب جروبد اور تايبد انتو ا ريليشن شيب تايب، يعني هبدا اشوف انا عندي كام وركس اون واجمع دول في ريليشن شيب تايب اسمها وركس اون، علشان ايه؟ اخد بقى الريليشن شيب تايب دي اللي ما بتبقى ما بين مين؟ ما بين الامبلي والبروجكت. الاثنين بيبارتيسيبيت بيشاركوا في هذه الريليشن شيب. طيب اجي بقى على المانج ما بين ايه وايه؟ ما بين الامبلي انتيتي وما بين الديبارتمنت انتيتي. يبقى كده الامبلي والديبارتمنت بيبارتيسيبيت معايا في الريليشن شيب اللي اسمها مانجز. يبقى انا كده حددت العلاقه الكيانات المشاركه فيها. نشوف بقى طبيعة العلاقة نفسها أو ما يسمى بالديجري اوف ريليشن شيب تايب، اللي هو إيه المقصود بالديجري هنا؟ النمبر اوف بارتيسيبيتنج انتيتي تايبس، عدد الانتيتيز المشاركين معايا في هذه الريليشن شيب. يعني نقدر نقول مانج ووركس فور بيشارك فيها إيه؟ بيشارك فيها باينري، بنسميها باينري ريليشن شيب. ليه بقى؟ لانه العلاقتين الاثنين مانج وركس بيشارك فيها تو اونلي تو انتيتي فقط. يبقى من هنا اقدر اقول ان الداي ريليشن انستانسز للوركس فور اللي هي اني اور ماني تو وان ريليشن شيب ما بين الامبلي والديبارتمنت. بمعنى ايه؟ انه قال لك كل امبلي هاي وركس فور اونلي وان ديبارتمنت، تمام؟ اهو كل امبلي مشارك معايا في الريليشن دي مع، يبقى الامبلي مع الديبارتمنت. فناخد بالنا هنا ان اكتر من امبلي ده بيشتغلوا في نفس الديبارتمنت، يبقى هنا 1 امبلي في الديبارتمنت، ميني امبلي يبقى هنا اللي هي بنقول عليها ميني تو 1، يعني اكتر من امبلي في نفس الديبارتمنت، لكن الامبلي الواحد مش هيتسكن الا على ديبارتمنت واحد بس. فعشان كده ده هنا هيبقى into
واني وان ريليشن شيب، ودي هنشوف في الكاردناليتي ان شاء الله بعد كده في الشابتر. اكزامبل اخر ريليشن شيب اللي هي ميني تو ميني وركس اون، ان احنا قلنا الامبلي يقدر يشتغل في اكتر من بروجكت غير الديبارتمنت، والبروجكت يقدر يتسكن عليه اكتر من امبلي، عشان كده بنقول دي ميني تو ميني، اكتر من امبلي على نفس البروجكت، والبروجكت الواحد يبقى معاه اكتر من امبلي. يبقى ده اكزامبل اهو، حددنا زي ما قلنا نوع الريليشن، الطبيعه بتاعتها، مين المشاركين معايا من الانتيتيز اللي موجودين عندي. طيب هنا بقى نشوف الفرق ما بين الريليشن شيب تايب والريليشن شيب سيت. الريليشن شيب تايب عباره عن السكيما ديسكريبشن للريليشن دي، كمان اعرف الريليشن نيم، وزي ما قلنا الانتيتي تايبس اللي بارتيسيبيت بيشاركوا معايا فيها، يبقى اسم العلاقه ومين هي الكائنات المشاركه معايا في الريليشن شيب دي. كمان لازم احدد الكونسترينز، ايه هي الرولز، ايه هي الشروط، ايه هي القواعد اللي لازم تنفذ. زي ما قلنا كده ان الامبلي ما ينفعش يسكن الا على only one department، لكن ممكن يشتغل في اكتر من project، فنبدا ناخد منها الكونسترينز. اللي هيبقى انا دلوقتي تعريف اي ريليشن شيب لازم احط لها سكيما ديسكريبشن، احط لها نيم، اشوف مين الكائنات المشاركه معاها، وايه الكونسترينز اللي لازم تنفذ على او تطبق على هذه الريليشن شيب. الريليشن شيب ست دي عباره عن الكرنت سيت من الريليشن شيب انستنسز ريبريزنتد في الداتابيس، اللي هي الكرنت ستيت بقى اللي هي المدخلات الفعليه من الداتا الحقيقيه اللي موجوده في الريال وورلد اللي بسكنها على هذا النوع من فالشكل اللي احنا عرضنا فيه ريليشن شيب كان كل انستنس سيت ليها ايه individual participating entities لكل واحد. بعملها ازاي، بمثل ازاي ريليشن شيب تايب في الاي ار دايجرام او الاي ار موديل بتاعنا. الريليشن بتبقى شكل دايموند شيب بوكس كريليشن شيب تايب، وبيبقى كونكتد ليها البارتيسيبيتنج انتيتي تايب على في شكل ايه ستريت، مربوط بيها الكائنات المشاركه معانا من خلال ستريت لاينز. طيب اصطلحنا في ريفايننج الكومباني داتابيس بتاعتنا من خلال ان انا بقى ايه بانتروديوس الريليشن شيبس المختلفه على الكائنات بالاتريبيوتس اللي انا حققتها في الانيشال ديزاين. طب ده هيتم ازاي؟ لما نيجي نبص او ندرس الريكويرمنتس بتاعت الكومباني دي هنلاقي ان احنا نقدر نستنتج ست انواع من الريليشن شيبس اقدر اعرفها. كل واحده فيهم باينري ريليشن شيب، يعني من ديجري 2، يعني ايه تاني؟ يعني لكل ريليشن شيب 2 انتيتيز مشاركين معايا، دي اللي احنا بنقول عليها الباينري ريليشن شيبس، لان هندخل في ديجريز اعلى دلوقتي. فالستة ريليشن شيبس دول هي وركس فور ما بين الامبلي والديبارتمنت، مانجز ما بين الامبلي والديبارتمنت برضو، كنترولز ما بين الديبارتمنت والبروجكت، وركس ان اون دي هتبقى بين الامبلي والبروجكت، في السوبرفيجن دي ما بين الامبلي ونفسه، دي اللي احنا هنشوفها دلوقتي ريكيرسيف ريليشن شيب. مين الامبلي دي؟ في منهم اللي هيبقى سوبرفايزر على التيم ورك معاه، وفي منه اللي هيبقى عضو في فريق العمل. فهنا زي ما بنقول بقى انه ده الامبلي ده قايم بدورين، تمام؟ طالع بمنظرين، يعني هيبقى سوبرفايزر مره وسوبرفايزر مره ثانيه، هيبقى مره مشرف ومره تيم ممبر مشرف عليه من اخر. والديبندنت اوف اللي هنا دي بنعالج بيها الويك انتيتي ما بين الامبلي والديبندنت. نرجع للرسمة تاني، بدل ما كنت احط هنا الديبارتمنت مانجر كاتريبيوت مدرج على الديبارتمنت، لا انا افرضته في ريليشن شيب لوحدها ما بين الامبلي والديبارتمنت. ليه عملت كده؟ كان يعني ممكن اوفر الريليشن شيب دي، لان هنا كل ريليشن شيب دي هتترجم بجدول في داتا معينه مدخله، ممكن اوفر ريليشن شيب واحط هنا اتريبيوت اسمه الديبارتمنت مانجر. طيب ناخد بالنا بقى انه ده ات اول ديبندس على حسب طبيعه الريكويرمنتس اللي انا بجمعها، ان هو ايه؟ لما نيجي نبص على الريليشن شيب دي بتاعه المانجا هتلاقي ان انا، خلي بالك احنا بنجيب تراك في ايه، لو تفتكروا التكست اللي احنا قراناه عن الشركه نرجع كده هنلاقي انه كيب تراك بالستارت ديت،
يبقى هنا لا، لو انا حطيتها كاتريبيوت بس مش هينفع احط الستارت ديت، فبالتالي من الافضل ان هي تتحط كسيبريت ريليشن شيب واضيف عليها الاتريبيوت بتاعها. تمام، برضو نفس الفكره ان انا هنا ما بين الامبلي والبروجكت حطيت وركس اون، علشان ايه؟ لازم احسب عدد ساعات العمل اللي بيعملها الامبلي، اشتغل كام ساعه في البروجكت ده. عشان كده ما كانش ينفع ده الوركس ان يتحط كاتريبيوت، لا ففرضته لوحده كريليشن شيب. فده مهم اللي بقى اللي احنا بنناقشه هنا، انه مانجر اوف ديبارتمنت بدل ما يبقى اتريبيوت لا اصبح ريليشن شيب بشكل مانج. الوركس ان للامبلي اصبح وركس اون ريليشن شيب ما بين الامبلي والبروجكت. برضو الوركس فور كان ممكن احط مع الامبلي بس اتريبيوت اقول فيه اسم الديبارتمنت، بس احنا قلنا ايه؟ محتاج احط عدد ساعات العمل او احط النمبر اوف امبلويز، فعشان كده لازم تفرض كريليشن شيب ويدرج عليها الاتريبيوت ده. فجنرالي نقدر نقول انه مور ذان ريليشن شيب تايب كان اكزيست ما بين نفس البارتيسيبيتنج انتيتي، زي ما قلنا ما بين الامبلي والديبارتمنت في علاقتين اتنين اللي هي المانج والوركس فور. ناخد بالنا ان كل ده بيعني different meanings، ليها معاني مختلفة لل different relationship instance. طيب ايه بقى اللي بيفرض عليا احطه كاتريبيوت ولا احطه كريليشنشيب وارفق بيها اتريبيوت اخر؟ هنا it all depends على ال requirements، على ال business environment اللي هو ده المقصود بقى الميننج هنا. الميننج ده انا بجيبه منين؟ زي ما قلنا من التحليل والدراسه التفصيليه للريال وورلد اللي انا بشتغل فيه. ممكن تلاقي نفس الانتيتيز دي لكن العلاقات مختلفه ما بينهم في اورجانيزيشن اخرى. فيجي بقى هنا دور البروفيشناليتي للديتا بيس ديزاينر انه يختار افضل ديزاين علشان فعلا يدي تطابق حقيقي ما بين ما هو في الموديل اللي احنا بنعمله وما بين هو موجود فعليا على ارض الواقع في الاورجانيزيشن اللي بيعمل لها الداتابيس سيستم ده. نيجي بقى لكونسبت كمان اللي هو الريكيرسيف ريليشن شيب تايب، اللي هو العلاقه التكراريه بقى او المرتده، اللي هو ايه؟ عندي ريليشن شيب تايب بيكون المشارك فيها هو نفسه زي ما قلنا بديستنت رولز، اللي هو زي ما قلنا طالع بمنظرين بقى او قايم بدورين. زي ايه؟ علاقه السوبرفيجن ريليشن شيب اللي احنا قلنا مين الامبلين هيبقى في منهم هيبارتيسيبيت توايس، هيشارك معايا مرتين بديستنت رولز بادوار مختلفه. مره هيطلع سوبرفايزر كمشرف او البوس رول، ومره السوبرفيزي او السب اوردينيت رول اللي هو المشرف عليه. فعشان كده each relationship instance had relate to two distant employee entities. One employee كسوبرفايزر وone employee آخر كسوبرفيزي. باين في الشكل بتاعنا هنا ده كده أهو العلاقة بتاعت السوبرفيجن زي ما انتم شايفين بدأ من الامبليه ومرتدة تاني على الامبليه، وده كده علشان أقدر أبين فعليا لأن هو actually الامبليه مرة هيبقى سوبر فايزر في جروب ومره هيبقى سوبرفايزر في جروب اخر، فلازم تتمثل بهذا الشكل الريكيرسيف ريليشن شيب. طيب وبكده نكون وصلنا لنهايه الجزء الاول من شابتر سي، عشان بس ما اطولش عليكم ونكمل ان شاء الله على خير الجزء الباقي من شابتر 3 في المحاضره الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لأنت أستغفرك وأتوب إليك.